يعني أن تختصر عمر 8000 سنة بثمان دقائق، يعني كل 1000 سنة بدك تأخذ دقيقة. فلذلك سأختصرهن ب 59 ثانية. الآن ماذا بقى؟ عبق الماضي، علق الحاضر، عمل المستقبل، هي ماذا بقى؟ ماذا بقى كتاب تاريخه الأيام، يعني مع بداية التاريخ ماذا بقى؟ صفحاته الجبال والوديان والهضاب والمناطق، واللي احنا قاعدين هنا هي جزء من تاريخ مادبة وصفحة مادبة. حروف كتابة مادبة هي الحجارة، ولما بنقول الحجارة بمعنى هي آثار ثابتة وليس آثار دراسية عرض. يبدأ تاريخ مادبة الفعلي المكتشف بمعنى له دليل مادي بحدود 6000 سنة قبل الميلاد، اللي هي بالعصر الحجري الثالث اللي بنسميه النيوليت. وبالمناسبة يجب أن نقرأ تاريخ مادبة مع تاريخ الأردن بشكل عام لنثبت أن حضارة الأردن بشكل عام كانت منادده لحضارة الرافدين في العراق وحضارة النيل في مصر وحضارة وادي الأردن. وهنالك في التاريخ ما يسموها الحضارة اليرموكية، بمعنى الأردن ليس بناء مصطنعا كما يروج له قيمة بالواحد وعشرين لأهداف سياسية. تاريخ الأردن مثل تاريخ المنطقة. نبدأ بحجر الدولمن في مادبة، وهي من أكبر الحقول الموجودة في الأردن، والأردن أكبر حقول في العالم في الدولمن. أوروبا كلها حقل واحد لا يعادل حقوق دامية، حقل دامية وحقل مادبة، فقط حقلين في الأردن. مادبة فيها من الدولمنز في حق المريغات في معين حوالي 200 حجر دولمنز، وموجودة في الفيحاء وفي منطقة عيون، منطقة السياغة ومنطقة حسبان، برضو فيها حقول الدولمنز، فيها الأنصاب الحجرية وما نسميه المونهير، وفيها أيضا الدوائر الحجرية في عيون الذيب وفي قرية سالم وغيرها من مناطق الأردن. هذه تبدأ بثمانية آلاف قبل الميلاد إلى حوالي 3000 قبل الميلاد. الآن بالثلاثة آلاف قبل الميلاد وما بعدها بدأ ما نسميه حضارة الدول المعدنية، العصر النحاسي، العصر البرونزي، ثم العصر الحديدي. ووجد في مادبة آثار للعصر البرونزي والعصر الحديدي. العصر الحديدي منطقة الوالي كان فيها مصانع سيوف بالألف الثانية قبل الميلاد، يصنع السيف والحديد في منطقة الوالي وما زالت حجارته ومنصبته موجودة. بألف وثلاثمية وخمسين بدأ ظهور اسم مادبة تاريخيا على العصور، وهذا يبدأ ب مسيرة النبي موسى من هذه المنطقة بعد خروجه من مصر واتيه 40 سنة في سيناء ليدخل إلى أرض الميعاد كما يدعون ذلك. فأرادوا العبور من منطقة مؤاب، الكرك منعوهم، فاتجهوا إلى المنطقة الشرقية وعبروا، أرادوا أن يدخلوا من منطقة مادبة ومنطقة حسبان، وكانت محكومة للأموريين في حسبان، طلبوا الإذن، وهذا موجود النص في التوراة. كتبوا كتاب إلى سيحون ملك حسبان يستأذنونه بالعبور من أرضه، ومكتوب: نعبر ماشينا، بفضة نشتري ماء، بفضة نشتري طعاما من أرضك. رفض المرور من عندهم إلى أن حدثت الحرب في سهول منطقة مادبة، ودخلوا حسبان وأحرقوها وأخذوا هذه المنطقة كلياتها حتى وادي الموجب. وعند وادي الموجب طبعا وردت هذه النصوص بالتوراة، احتلوا منطقة الموجب وحكموها من 1350 وقسمت ما بين أسباط اليهود. سكنوا في منطقة الموجب وكانوا في مادبة، في منطقة مادبة على مشرف ما نسميه مشرف مادبة اللي هي الأكروبوليس، محل مقام دير اللاتين الآن، وتحته قلعة عامرة كانت مشرف لمؤاب، مشرف لمؤاب بمعنى أنها هيكل قبل الميلاد ولا بعد الميلاد أستاذ؟ ألف، هذه مبنية قبل الألفين قبل الميلاد، 1300 قبل الميلاد، 1350 قبل الميلاد النبي موسى. نعم.
قبل الميلاد، ولذلك بدأت مادبة تأخذ البعد الديني، فأصبحت مدينة مادبة هي مدينة مقدسة، ليست لأنها مدينتي، هي مدينة مقدسة. النبي موسى عبر منها وقام في منطقة نبو، ومنطقة نبو ليست له، هي أصلا منطقة نبو اسم نبو أو سياغة هو إله التجارة البابليين، يعني بنيت هذا المعبد على بابل، على معبد بابلي. السيد المسيح تعمد غرب مادبة، يوحنا المعمدان ذبح اليهود، جايه احنا ناخذ تاريخ تسلسل يا اخويا، تاريخ تسلسلي. احنا بنحكي 1350 دخلوا مادبة الان قبل الميلاد، الان حكموا مادبة بخلال هذه الفتره الى ان جاء المؤابيين من منطقة الكرك على ذيبان، وميشع ابن ذيبان بمعنى مولود في ذيبان، فهو من محافظة مادبة. الآن قبل ميشع، خلينا نسمع على أسماء. قبل ميشع كان بلاق بن صفور، وهو مؤابي يحارب اليهود إلى وصل إلى منطقة البلقاء، واسم البلقاء مأخوذ من اسم بلاق بن صفور وهو قائد مؤابي. عجلون قائد مؤابي من مادبة حارب اليهود وحكمهم في أريحة، دفعهم الجزية 18 سنة إلى أن اغتاله اليهود بالسيف المسموم على يد أهود أحد الملوك الإسرائيليين كعادتهم. وعجلون مأخوذ اسمها من قائد مؤابي بمعنى مادبة، والمؤابيين وزعوا الأسماء على منطقة الأردن، هذا تاريخ مادبة ومسجل أثريا. الآن ميشع بدأ استعداده لحرب اليهود بطريقة قائمة، لأن عمري الذي كان قائما في مادبة قال أبي حكم مادبة 40 سنة وأنا سأحكمه 40 سنة وسأدفع الجزية لمهاب، إلى أن جاء ميشع وهزمه. بعد انتهاء حكم ميشع والمؤابيين أصبحت مادبة جزء من مدينة النبطيين الأنباط، والأنباط كانت مادبة النبطية أشهر مدينة في تلك المنطقة، كل الطرق التجارية تمر من مادبة إلى الموجب وتصل إليها. بقيت تحت حكم الأنباط إلى 106 ميلادي، بنهاية حكم الأنباط عندما هزم النبط من قبل الرومان بدأ حكم الإمبراطوريات القوية، الإمبراطورية الرومانية، الإمبراطورية البيزنطية، وكل آثار مادبة الفسيفسائية هي في زمن البيزنطيين. وهذه المنطقة التي نجلس بها الآن هي نموذج كامل على ثقافة وحضارة مادبة في تلك المرحلة. هذه الآثار الموجودة هنا بنيت زمن الدولة الأموية والدولة العباسية، وهي كنائس، بمعنى أن الإسلام كان حرية مع المسيحية. هذول 4000 سنة بس، 4000 سنة اللي بعديها.